السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا بوت جديد لربح عمله الدولار الرقمي USDT. طبعا هذا الموقع بيدفع على المحفظه الوسيطه فوست باي حدود سحب بسيطه، بيدفع على الباير بعمله الدولار الباير، بيدفع كمان بالكوين بيز، ممكن باليو اس دي سي. تمام اخي الكريم، طبعا موقع جدا كويس او بوت جدا كويس راح نشرحه خلال هذا الفيديو، ونقدم اثبات سحب منه على المحفظه الوسيطه فوست باي. طيب بسم الله نبدا. اول شيء تسجيل بهذا البوت جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هنيك مباشره لما بستخدم اي روابط متصله هذا اللينك راح ياخذك على قناتي على التليجرام. قناتي على التليجرام راح يكون فيها منشور، داخل هذا المنشور في لينك التسجيل طبعا بهذا البوت، بس تضغط عليه بتفتح معك هاي الصفحه اخي الكريم. اول شيء انت روح على كلمه بالانس هاي اللي هون مشان تنضم للقنوات التابعه او للمجموعات التابعه لهذا البوت مشان تقدر تشتغل بشكل طبيعي، لانه بعد البالانس بروح على ويزدرو اول مره بيقول لك انضم لهم. تمام، هني اربع قنوات او اربع شايفين اصدقائي يطلعنا لفوق، هني اربع شانيل او اربع قنوات وجروبات بس بتنضم لهم بالبدايه لتقدر تشتغل على هذا البوت بشكل طبيعي. تمام، بعدين بنروح على ستارت مره ثانيه مشان ننتقل لطرق الربح الثانيه او الاساسيه داخل هذا الموقع. هذا الموقع اصدقائي جدا مميز، في مهمات، في استطلاعات رأي، في مشاهدة الإعلانات، يعني في مجموعة جدا كويسة من طرق الربح. أول طريقة عندنا هون فيزيت سايت أو مشاهدة الإعلانات، إذا ضغطت عليها شايفين أصدقائي بيظهر معي إنه روح على جو تو ويب سايت، بقول له أوبن. طبعا هون عدادي رقمية متعد معي 15 ثانية، بس انتهي هاي الإعدادي الرقمية. تمام أصدقائي، أخذت قيمة هذا الإعلان، شايفين أخذت قيمة هذا الإعلان، برجع بعدها على البوت اصدقائي بشوف اذا في اعلانات ثانيه ممكن تشاهدها. اهم شيء للربح داخل هذا الموقع مو هي الاعلانات اصدقائي، الطريقتين الاهم هن المايكرو تاسك، تمام، هي المهمات، وثاني وحده هي العروض واستطلاعات الراي. تمام، يعني الاعلانات هو شيء ثانوي، ممكن يطلع لك اعلان اعلانين او ثلاثه باليوم. تمام، بالنسبه للمايكرو تاسك اذا ضغطنا عليها طبعا فتحت معنا هاي المهمه، شايفين اصدقائي هاي المهمه ب 4 سنت جيدة ما نسيها ابدا. بنزل لتحت بقول لي شو المطلوب مني، اني روح سجل هون. تمام، سجل طبعا بهذا الموقع جوين، شايفين اصدقائي جوين يعني سجل، سجل بموقع. شو المطلوب للتاكيد؟ اني بعد ما سجل بموقع بعد رسالي افتر ريجستريشن سند ذا ايميل ادريس يوز تو ريجستر لهذا الادمن. طبعا ببعت رسالي لهذا البوت بالايميل انا استخدمته بالتسجيل بهذا الموقع، من كلمه سبميت بروف كمان بقدم الاثبات ممكن يتطلب مني صوره. تمام، بعدين بروح على نيكست بيشتغل على مهمات ثانيه. في عندنا كمان هون استطلاعات راي سيرفيس، شايفين اصدقائي موجود كل شيء عندك، استطلاعات راي مهمه، موجود عندك ايات ستوديو، موجود عندك سي بي اكس ريسيرش، عروض لوانداز، عندك كمان بيتس لاب، عندك كيو وول، عندك يونو، طبعا موجود كل شيء ممكن تكسب منه بشكل جدا كويس، وهذا البوت كويس بيدفع بشكل جدا منيح. في عندنا كمان جوين شات، ما بفضله لانه ممكن يعجق لي قناه التليجرام، طبعا انه انضم لقنوات طبعا وبيعطيني على هذا الاساس قيمه معينه، لازم ضل منضم له نهار او نهارين او اسبوع، هو بيحدد لي الوقت او اقل وقت لازم انضم لهي القنوات وبيحاسبني على اساسها. في عندنا كمان هون اصدقائي رابط الاحالي مثل متريفرنس، ضغط عليه بيظهر لي رابط الاحالي، باخذه بوجهه للاصدقاء لاستفاد هذا البوت بشكل افضل. وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. عندنا كمان ادز، في حال انا بدي اشتري اعلانات داخل هذا الموقع، هو وسيله بسيطه لجيب اعلانات لمواقعي لروابط الاحالي الخاص فيه، يعني شيء رخيص جدا ممكن تجيب مجموعه منيحه من زيارات لروابطي طبعا عن طريق هذا البوت. طيب هلا كيف نسحب من هذا البوت لنثبت مصداقيته؟ بروح على بالانس بشوف شو معي رصيد، طبعا معي شيء بسيط تقريبا 0.03 ربع سنت، يعني شيء بسيط. بروح على ويزدرو، لا اختار انا الفوست باي، بختار هون يو اس دي تي، بيقول الموقع حط لي الايميل الخاص فيه او عنوان الادرس من الفوست باي، بروح على تمام حسابي على الفوست باي، بروح على كلمه ديبوزايت بجيب عنوان اليو اس دي تي. اذا الباير اخترت الباير كوسيله سحب، تمام اصدقائي اذا اخترت الباير كوسيله سحب راح يطلب مني الاكونت ان او، راح يدفع لي بالدولار الباير مو باليو اس دي تي. تمام، خلي عندك هاي الفكره. طبعا بصير حد الادنى للسحب كمان اعلى شوي. اخذت العنوان نسخ، تمام، برجع ل البوت، تمام، يو اس دي تي تي ار سي 20، برجع للبوت بحط العنوان هون، بروح بعدها على طبعا هاي سند مي هاو ماتش دو يو ونت تو ويذرو، راح اختار الموجودين، طبعا ضغطت عليها نسخت النص، برجع لهون بحطها، بعمل سحب، كاتب لي نيو ويذرول سند يعني تم الدفع. طبعا هذا هو التاريخ، مبلغ جدا بسيط لكن وصل بشكل فوري على محفظة الفوست باي. مثل ما قلنا فيني اشتغل على المهمات واكسب بشكل افضل.
بروح على صفحة الدفعات داخل فوشت باي لحتى شاهد الدفعة. هاي هي أصدقائي 0.03 Normal Payment، طبعا 3 جولاي تموز 2022 Add Clicker Bot، هذا هو البوت اللي تم استخدامه بعملية الدفع. طبعا أصدقائي أي سؤال عن مجال ربح بالإنترنت بشكل عام، ربح العملات الرقمية بشكل خاص، الفوشت باي، الباير، فاينانس، كيو كوين وغيرها، اكتبوا لنا اياها بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما انتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.